تعاون من نادي تعاون في هذه المباراة الأفضلية لنادي النصر لبس القمصان الذي يريد، أكيد هذا الشيء جميل عندما نشاهده في نادي تعاون، ولكن عندما يتغيب قمصان نادي النصر والدوري قد بدأ هذه علامة استفهام. ما في شك أنه هذا شيء مؤسف أن تأخرت الطقم الثاني لنادي النصر، إن شاء الله بيتواجد قريبا. نشكر أخواننا في نادي التعاون على تعاونهم معنا أنهم لبسوا طقمهم الثاني صراحة. سمو الأمير، الأمور المالية في نادي النصر حتى الآن هناك تواجد أزمة في الأمور المالية، كان هناك عتب محب من قبل رئيس النادي، خلينا نتكلم قبل تقريبا شهر، الأعضاء الشرف حتى الآن هل هناك دعم إلى نادي النصر وإلى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي؟ يعني أنا أقول لإخواني أعضاء الشرف إذا ما دعموا فريقهم الحين ويقدم مستويات كبيرة فمتى بيدعموا فريقهم؟ طيب سمو الأمير، بتكلم عن نادي الهلال، مباراة ديربي، مباراة قوية. النصر في هذا الموسم أكيد أنه اختلف كثيرا، يقدم مستويات متميزة، لاعبين محترفين على مستوى، لن تكون مباراة سهلة، ونادي الهلال تعادل أيضا في هذه المباراة. ما في شك كل مباراة تعني لنا 3 نقاط، طبعا الديربي له وضع آخر، لكن إن شاء الله يعني بنقدم أفضل ما عندنا وإن شاء الله نظفر بالنتيجة. ما يثار أخيرا هذا السؤال، ما يثار حول ماتورانا، هل هو باقي أم هناك نية إلى رحيل ماتورانا؟ ما في شك أنه باقي. الله يطول عمرك، شكرا. شكرا.